ولكن تحديد الوقت وتوضيحه كان يحتاج إلى استخدام الشمس. كانت المعابد مشيدة على أساس حركة الأشعة الشمسية التي كانت مثل عقارب الساعة، تضيء المساحات المختلفة لتحدد التوقيت بالساعات والشهور والسنوات. فيما يخص الأشعة، كانت الهندسة المعمارية الخاصة بالمعابد مدروسة جيداً كي توجه الضوء إلى كتابات أو على مبان أخرى مرتبطة بحاكم ما، والذي يعني حماية إله الشمس رع للفرعون المتوفى. عبادة رع وعبادة الشمس كان مهم جداً، قدر من خلال عبادته للشمس يحرك الشمس. عندنا في معبد أبو سمبل من أجمل الحاجات اللي بنشوفها هو دخول الشمس داخل قدس الأقداس مرتين، دخول رع والشمس داخل التلات آلهة اللي موجودين مع رمسيس، دول بيأكدوا إلهيته. لما بتطلع الشمس من معبد الكرنك وتروح إلى معبد الملك حتشبسوت، برضو دي ظاهرة شمسية بتؤكد الألوهية خاصة بالملك حتشبسوت، لأن عارفين ما كانش لها حق بالحكم، وقالت قصة أن هي ابنة الإله أمون. على هذا الأساس الإله أمون في زيارته في دخول الشمس بيؤكد هذه الفكرة. الشمس هي درامة المعابد، ضوء الشمس هو الدراما اللي بيتحكم فيها المعماري عشان يعمل جو نفسي، أما الداخل يتعبد لابد أنه هو ينسى كل المحيط بتاعه. الشمس هو الكنترول اللي بيغير نفسية المتعبد، فكان المعماري يهدي ويهدي أكتر ويضلم خالص. كل ده تأثير قوي من المعماري أنه يتحكم في ضوء الشمس لغاية ما يوصل للمتعبد أنه يبقى صافي خالص ويوقفه في حتة. أما قدس الأقداس فالملك بس هو اللي يخش في الضلمة ويطلع يقول للمتعبد إيه اللي حصل. الشمس لما بتتقابل مع النهار وبنلاقي الشمس بتغرب على كتف أبو الهول في 21-22 مارس و21-22 سبتمبر من كل سنة، ده بيبين براعة المصري القديم وارتباطه بالشمس، عشان كده عبد الشمس. احنا في معبد دندرة دلوقتي بنلاقي المصري القديم صور الإلهة نوت وهي بتركن على الأربع كورنرز بتاعت العالم، وجسمها كان هو القبة بتاعت السماء، وتحتيها الأبراج الستة الشهيرة. بعد كده عندنا مجموعات 18 بتتقسم لعشرة، ودول بيمثلوا مجموعة الشهور بتاعت نص السنة.